بضربة من الجيش اللبناني حسم وزير الدفاع اليسبو صعب النقاش. الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية كانت تحمل متفجرات وأتت من البحر، وقد وثقت كل التفاصيل من أجهزة الطائرة التي حللها خبراء الجيش اللبناني. واضح أنه اعتمد الإسرائيلي تغيير قواعد الاشتباك مع لبنان. لأول مرة منشوف طائرات مسيرة محملة متفجرات، مش درون عادية مثل ما البعض يمكن فكر بالأول، إنما درون فيها صناعة عسكرية. يعني هاي الدرون تحمل 5 كيلوغرام من المتفجرات. لفهم العقل الذي يقف خلف العملية كان لابد للوزير من استعراض بعض آليات عمل الطائرة المسيرة هذه. طبعا كاستم ميد الطيارة كلها، يعني بينجيب قطع شيء من الصين، شيء في بعض القطع هي صناعة كمان إسرائيلية هلا بتبين معنا. كمان هون عم نشوف حمولة قصوى للطيارة تقدر ب 17.4 كيلوغرام. هيدا المين اللي هو صنع شركة اسمها كومتاكت LTD الإسرائيلية. من على بعد 11 كيلومترا في مقابل مطار هابونيم العسكري الصهيوني ظهرت الطائرة أول مرة، لتنتقل بعد ذلك إلى مقابل الشواطئ اللبنانية وانطلقت باتجاه الضاحية الجنوبية، حيث عمد مبرمجوها إلى تسييرها على علو 150 مترا لضمان عدم كشفها. هذه المرحلة هون فينا نقول الطيارة وصلت انطلقت على بعد 4180 متر بعيد عن الشاطئ. شوفوا مدرج بيروت، يعني الطيارات المدنية بتكون جاية بهذا الاتجاه، هي بخط مسار الطائرة. طلعت الطيارة كانت مبرمجة تطلع على 100 متر، تمشي فوق سطح الماء، توصل على حدود الأرض، تعلى 50 متر إضافي، وفاتت على الهدف اللي هي رايحة عليه عن طريق منطقة الجناح. هذه منطقة الجناح بتكفي بهذا الاتجاه منطقة السفارة الكويتية طريق المطار، وبتكفي كمان بنفس الاتجاه اللي حكينا عنه لتوصل على الهدف. وهون المنطقة نزلت الطيارة على علو 50 متر عن سطح البحر، يعني 14 متر عن الأرض، ووقعت بهذه المنطقة. وقد وثق الجيش على نحو لا يحتمل الشك مسار الطائرة التي جرى التحكم بها عبر مركبة جوية تدار من دون طيار كطائرات الأمكا، قبل أن يشرف العدو على لحظات العملية الأخيرة مباشرة. تم التحكم بالطائرة مثل ما عم نشوف المسيرة باستخدام طائرة UAV كوسيط. هون عم نفرجي كانت بنفس الوقت اللي موجودة في هذه المهمة، كانت الطيارات UAV عم بتلف دائري بهيدا المحور. كان في 3 طيارات UAV مثل ما عم نشوف بهالتابلو، بلشت مهمتهم الساعة 8، الساعة 3:30 فوق الهدف اللي هي مفروض تروح عليه، بتوقف حتى يحولوا الكنترول من المبرمج مسبقا ليأخذوا هني كنترول ويبلشوا يتحكموا فيها بشكل يدوي. وعن التنسيق مع حزب الله حسم أبو صعب أن الجيش يعمل وحيدا، مع أن هناك علاقات بين الاستخبارات والمقاومة. Whatever we do and any action that the Lebanese army takes is something, a decision that is taken at the central command of the Lebanese army. The intelligence have contacts with everyone in Lebanon, and not just the Lebanese army's intelligence. As you know, the intelligence of many other countries, including European countries, are in touch also with Hezbollah. 480 خرقا للقرار 1701 سجلت في شهرين، رد الجيش اللبناني صاعها صاعين. وعلى الرغم من عدم كشف الهدف النهائي للمسيرات، بات معلوما اليوم أن الجيش حصة من حرب المسيرات التي غيرت قواعد الاشتباك. حسان الرفاعي، قناة الجديد.